I told Putin that if he invaded Ukraine, NATO would not only get stronger, but would get more united. مواجهة نووية مفتوحة وطويلة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي في الحرب الأوكرانية. الثابت والأكيد أن حرب أوكرانيا طويلة بعد رصد أموال ضخمة لتسليح كييف للعام 2025. وحدها تركيا عارضت إجماع دول الناتو على تزويد كييف بترسانة ضخمة العام المقبل، إذ عارضت أنقرة تقاسم أعضاء الناتو تمويل الحرب وفق الناتج المحلي لكل دولة عضو. يضاف إلى التصعيد الضوء الأخضر الأمريكي لكييف بضرب مقاطعة القرم بأسلحة أمريكية، ليأتي الرد الروسي سريعاً عبر إعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن واشنطن تدفع نحو إشعال أوروبا وتوسيع الصراع، وروسيا لن تقف مكتوفة الأيدي. إذن دول حلف الناتو ما زالت تواصل ضخ الأموال في شرايين الجبهة الأوكرانية، لكن ورغم إقرار الناتو لمساعدات بنحو 40 مليار يورو للعام المقبل، إلا أن الحلف يشهد انقسامات بشأن المساعدات، أبرزها إسقاط اقتراح تقسيم المساعدات المستقبلية وفقا لحجب الناتج المحلي لكل دولة، والصوت المعارض لتقاسم تكلفة حرب أوكرانيا تقوده تركيا. إلا أن المعضلة الأكبر والتي قد تؤدي إلى تصعيد واسع للحرب هي طبيعة الأسلحة الجديدة المقدمة لكييف والمتمثلة بشكل رئيسي بالصواريخ الأمريكية متوسطة المدى والتي يمكن أن تضرب أهداف في العمق الروسي. وفي هذا الإطار قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية جيمس أوبراين إن الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بزيادة مدى ضرباتها على عمق الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية المتطورة إذا وسعت روسيا جبهة الأعمال العدائية. أمر حذرت منه روسيا مرارا، آخر التحذيرات صدرت عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الذي أكد أن سماح واشنطن لأوكرانيا بضرب شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأمريكية متوسطة المدى قد يؤدي إلى إشعال أوروبا وتوسيع الصراع. تطورات الجبهة وإلى أين تتجه هذه الأسلحة والمليارات الأوروبية؟ معنا مباشرة من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، هي فعلا أموال ضخمة ولكن الحرب مستمرة، تمويل لعام جديد، عبر ملف اليوم نطرح كل هذه التساؤلات، ماذا في المحصلة بالنسبة للجيش الأوكراني؟ نعم روبير، فعليا هي حرب طويلة كما تفضلت، وأيضا هي حرب مكلفة بالنسبة لحلفاء أوكرانيا. فقط خلال اليوم كان هنالك تصريح ملفت من الرئيس زيلينسكي في لقاء صحفي له، قال بأن أوكرانيا تجهز ما يقارب من 14 لواء هذه الألوية، من 14 لواء هذه الألوية، ليس لا تمتلك لحد هذه اللحظة أي من الأسلحة الموعودة التي وعد بها حلفاء أوكرانيا وصولها إلى أوكرانيا لتستطيع أوكرانيا من خلالها شن الهجمات المضادة واسترجاع بعض أراضيها. أوكرانيا أصبحت الآن أيضا لديها بعض الهواجس من تغير الإدارات الأمريكية، وفي حال فوز الرئيس وفي حال فوز دونالد ترامب ربما تتغير كل موازين المعادلة، خاصة وأن حلف شمال الأطلسي في قمة واشنطن المقبلة سوف يطرح موضوعا وهو تعيين شخص مسؤول عن المساعدات الأوكرانية مباشرة دون
دون العودة إلى كل الأمور البيروقراطية التي تحوم في داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك أيضا بدأ الحلف بالموافقة على تزويد أوكرانيا بما يقارب من 40 مليار دولار لعام 2000 و عامر المواجهة النووية، صواريخ متوسطة المدى أمريكية قد تحمل رؤوسا نووية، في رد على ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده خرجت من هذه المعاهدة مع واشنطن تتضاعف تصنيع هذه الصواريخ وسترد على دول حلف شمال الأطلسي ونشر صواريخ مماثلة. ماذا يعني أن تستخدم كييف والقوات الأوكرانية هذه الصواريخ في ضرب شبه جزيرة القرم وعمق الأراضي الروسية؟ نعم روبير، فعليا الصواريخ الأمريكية التي تستخدمها أوكرانيا هي في نطاق محدود حسب ما يقول الجانب الأوكراني وحسب ما فرض عليه من قبل الإدارة الأمريكية. فقط أوكرانيا الآن تستطيع ضرب العمق الروسي في شبه جزيرة القرم التي تعتبرها أوكرانيا وحلفاء أوكرانيا أراضي أوكرانية خالصة. كذلك أيضا تم السماح لأوكرانيا باستهداف المواقع العسكرية على حدود مقاطعة خاركيف، خاصة وأن هذه المنطقة ما زالت تشهد عمليات عسكرية من قبل الروسي والجانب الأوكراني، وما زال الجانب الأوكراني يقول بأن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدمات، لكن القوات الأوكرانية تصد هذه المحاولات في محور مدينة فولوتشانز شرقي أوكرانيا. روبير، عبر ملف اليوم تنضم إلينا أيضا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي، هذا ما أكدته الخارجية الروسية، حذر مرارا الرئيس بوتين من المغامرة الأمريكية والأوروبية والرد النووي وجهوزية الرؤوس الروسية. ماذا تعني هذه المواجهة الجديدة وهذا التصعيد؟ روبير، صحيح أن الروس دائما يحذرون ويصاعدون كثيرا في تصريحاتهم الرسمية على الأقل، لكنهم طبعا يأملون من خلال حتى هذا التصعيد الكلامي وهذه التصريحات الرسمية كما يقولون أن تكون أو أن تغلب الآراء الموضوعية على الجانب الغربي، الجانب الذي يتخذ القرارات العسكرية والأمنية والقرارات الحاسمة فيما يتعلق بمسار الصراع الدائر في أوكرانيا. ومن ذلك طبعا ليس على سبيل حتى المثال ولا الحصر ما كانت قد تحدثت به الخارجية الروسية وأعاده أيضا المتحدث باسم الرئاسة الروسية فيما يتعلق بالتطورات الدراماتيكية التي كانت قد شهدتها منطقة شبه جزيرة القرم على خلفية استخدام القوات الأوكرانية واستهداف مناطق مدنية في هذه المنطقة بصواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع من طراز أتاكامس، وما كانت أيضا قد شهدته ذات المنطقة شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية من طراز سكالب وستورم شادو، وأيضا كان أو وضعت نصب أعينها أهدافا مدنية كما تحدثت وزارة الدفاع الروسية والمصادر الروسية الرسمية. في معرض كل ذلك تأتي الردود الروسية المتعلقة بإمكانية لجوء الجانب الروسي للرد التكتيكي كما يتحدث الروس، ولو أنهم لا يريدون ذلك كما يقولون، لكن تطور الأوضاع يدفعهم باتجاه التهديد والتلويح بإمكانية استخدامهم لذلك، خصوصا وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى تصريحاته تذكرناها أيضا روبير كان قد قال أن كان الأمريكيون يعتقدون بأن الروس لا يمكنهم اللجوء لهذه الأساليب، ربما فإنهم ربما يضطرون بالقرارات التي يتخذونها وبدفعهم الجانب الأوكراني لمزيد من التصعيد، لمزيد من المغامرة في العمق والأراضي الروسية لاتخاذ مثل هذه القرارات طبعا الخطيرة والتي لن يقل تهديدها على الجانب الروسي من تهديدها على من ستتخذ بحقهم. فيما يتعلق بهذه المساعدات كانت الآراء والتصريحات الروسية دائما واضحة وليس هناك أي تغيير فيما يتعلق بمضمونها. روسيا حذرت وقالت إن كان الغرب ماضيا في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فهذا الخيار غير ممكن بالنسبة لموسكو. وأيضا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما نعلم قد طرح مبادرة أورد من خلالها وكررها اليوم بالمناسبة في إطار قمة شنغهاي في العاصمة الكازاخستانية أستانا فيما يتعلق بالوقف الفوري للعمليات القتالية في أوكرانيا. هناك شروط قال بأن الجيش الأوكراني يجب أن ينسحب من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وما أن ينسحب الجيش الأوكراني من هذه الأراضي حتى تأتي الجيش الروسي أوامر فورية بوقف إطلاق النار وبدأ التسوية السياسية والدبلوماسية
الدبلوماسية وفق أطر مينسك واسطنبول ربما وغير ذلك مما كانت قد شهدته الأطراف ربما قبل اندلاع وتأزم هذه الحرب والأزمة. بانتظار هذه المفاوضات أو العودة إلى السلام، الأكيد أن السجال النووي والتحذيرات وأموال ترصد لهذه الحرب مستمرة. الزميلة أريج محمد من موسكو عبر ملف اليوم، ومن كييف الزميل عامر العروقي، شكرا جزيلا لكما. الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى هي التي تقلق روسيا في الوقت الحالي، خصوصا أن هذه الصواريخ قد تكون منتشرة في أوروبا وليس أوكرانيا فقط. هذا ما أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه. معروف أن الولايات المتحدة لا تنتج الأنظمة الصاروخية متوسطة المدى فحسب، بل جلبتها بالفعل إلى أوروبا وإلى الدنمارك لإجراء مناورات، وقد تم الإعلان مؤخرا عن وجودها في الفلبين، ومن غير المعروف ما إذا كانوا أرجعوها من هناك أم لا. وبالطبع روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الصواريخ، لذا اتخذت قرارها بإعادة إنتاج صواريخ متوسطة المدى تحمل رؤوسا نووية أيضا وفق بوتين. على أي حال نحتاج إلى الرد على هذه الإجراءات واتخاذ قرارات يجب علينا القيام بها في هذا الصدد. إننا بحاجة إلى البدء في إنتاج أنظمة الصواريخ متوسطة المدى بناء على الوضع الراهن، واتخاذ قرارات بشأن أماكن نشرها إذا لزم الأمر، وذلك لضمان أمن روسيا. وفي أي وقت قررتم مشاهدينا كتابة عبر جوجل كلمات بحث مثل أسلحة روسية أو إنفاق روسيا الدفاعي، ستجدون مئات الروابط التي تتحدث أن روسيا بدأت تضاعف قدراتها وترساناتها العسكرية تحديدا في العام 2024، حيث أظهرت وثيقة صدرت في وقت سابق أن وزارة المالية الروسية رفعت موازنة الدفاع بنحو 70% للعام 2024. الوثيقة تكشف أيضا، والتي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس، بأن الإنفاق الدفاعي الروسي الضخم سيصل إلى 10 تريليونات روبل، أي 111 مليار دولار سنويا. وأشارت الوثيقة إلى أن النفقات الدفاعية ستكون أعلى بمعدل 3 أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة أو الرعاية الصحية مجتمعة خلال هذا العام. وكانت روسيا أعلنت نهاية العام الماضي أنها ستنتج 17 ضعفا من الذخيرة و17 ضعفا من الطائرات المسيرة و6 أضعاف من الدبابات عما كانت تنتجه قبل الحرب الأوكرانية. متابعة للسجال النووي، مدى الصواريخ متوسطة المدى لتحمل رؤوس نووية والمليارات الأوروبية التي رصدها حلف الناتو. نرحب بضيفنا من لندن المسؤول السابق في الناتو نيكولاس ويليامز. سيد ويليامز، انقسامات داخل حلف شمال الأطلسي، ولكن تم إقرار عشرات المليارات لتمويل الحرب الأوكرانية، أي ثمن تدفعه أوروبا وأي رد تترقبه من روسيا؟ شكرا على هذه الدعوة روبير، لك ولمشاهديك. بالنسبة للسعر فإن الإنفاق ثقيل جدا اقتصاديا، وأيضا من ناحية المساهمة المباشرة تجاه أوكرانيا. أوروبا في الواقع خصصت ضعفين مما قدمته للمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة. ولكن هذه المخاوف أو حجم هذا الإنفاق الذي ذكرته سيد ويليامز جاء مع انقسام موقف تركي واضح، دعم منقطع النظير من الولايات المتحدة أقوى دول الناتو، ولكن الخسائر الأوروبية تحديدا التي تشهد انتخابات وانقسامات ورفض لهذه الحرب، وبأن يدفع المواطن الأوروبي هذه التكلفة الباهظة، هل تقرأ هذه الدول جيدا رسائل الشعوب؟ أم أنها تتجه بعد إقرار هذه الأموال إلى إقرار الحرب إلى إقرار أموال تبقي هذه الحرب لسنوات؟
من بالنسبة للحالة التركية هي حالة خاصة في هذا السياق، وهم حذرون وواعون جدا لمحافظة على التوازن بما يخص الالتزام تجاه أوروبا والالتزام تجاه الولايات المتحدة، وأن لا يزعجون روسيا كما هو واضح. فالأتراك يرسلون إلى أوكرانيا ولكن يحاولون أن يبقون على الحد دون الأدنى، ولكن بالنسبة للمخاوف وسط أوروبا فأنت على حق، هناك أعداد متزايدة من المواطنين في أوروبا خاصة من اليمينيين و مترددين في الواقع فيما يتعلق بتكريس الكثير من الأموال لدعم أوكرانيا في الوقت الذي يحتاجون إليه لهذه الأموال، ويفضلون أن تصرف هذه الأموال على البنية التحتية والمساعدات الاقتصادية والإنعاش الوضع في أوروبا بدلا من مساعدة أوكرانيا. فالكثير من الطرق التي يمكن من خلالها إنفاق هذه الأموال بدلاً من إعطائها لأوكرانيا. مقابل هذا الإنفاق الأوروبي تضاعف روسيا إنتاجها العسكري بعشرات الأضعاف. أي مؤشر تلتقطه دول حلف الناتو؟ التحذير جاء على لسان كبار المسؤولين في مقدمهم الرئيس بوتين بأن نشر هذه الصواريخ، الأنظمة الصاروخية، الصواريخ متوسطة المدى الحاملة الرؤوس النووية على الحدود الروسية سيشعل حربا نووية حقيقية. هل تتضاعف الاحتمالات مع هذه الأموال؟ لا أعتقد بأن هناك احتمال لاندلاع حرب نووية إلا لو كان الناتو غير مكترثا ولا يأخذ التصريحات الروسية على محمل الجد. نحن نعلم بأن اندلاع حرب نووية أو استخدام أي أسلحة نووية ضعيف الاحتمال، ولكن كما قلت نحن نعلم بأن روسيا تضاعف إنفاقها العسكري مخافة من الغرب، وأيضا الناتو يضاعف إنفاقه العسكري بصورة واضحة تخوفا من روسيا بالمقابل. وهناك نوع من الحلقة المفرغة التي يدور بها الجميع ولا نعلم إلى أين ستنتهي. أدعوك للبقاء معنا سيد نيكولاس ويليامز بعد هذا العرض المتصل بسباق التسلح. رغم اتحاد دول الناتو في مواجهة روسيا إلا أنهم فشلوا في الاصطفاف بشكل موحد خلف أوكرانيا، خصوصا بعد فشل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في إقناع الدول الأعضاء بأن تلتزم بتعهد متعدد السنوات لدعم أوكرانيا ماليا. كانت الخطة تهدف إلى جعل الدول تتعهد بمواصلة تقديم الدعم بالمعدل الذي كانت تقدمه منذ هجوم موسكو وتقسيم هذه المساهمات بشكل أكثر إنصافا. وبعد خلافات حادة توصلت دول الناتو إلى ما وصفته بالتعهد المخفف لمواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار يورو خلال عام 2025 فقط. لكن الولايات المتحدة شددت على وجوب مراجعة التعهد غير الملزم قانونيا بذريعة أنه ليس من الممكن إلزام أي إدارة مستقبلية في البيت الأبيض بالإنفاق، وهذه إشارة إلى مستقبل الإدارة ووصول ربما الرئيس دونالد ترامب. منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا قدمت الولايات المتحدة لكييف مساعدات عسكرية ضخمة تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار وفقا للبنتاغون، وأيضا وافق الكونغرس في إبريل الماضي على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار. وحصلت كييف من واشنطن على آلاف صواريخ جافلين المضادة للدبابات، منظومات أيضا باتريوت الدفاعية، مدفعية هاوتزر، وذخائر لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة هايمارس وقنابل عنقودية ودبابات من طراز أبرامز وصواريخ أنظمة الدفاع الجوي هوك ومسيرات انتحارية وأنظمة رادار ومراقبة جوية متطورة. إذن أنظمة أمريكية ضخمة جدا، حيث سمحت واشنطن لكييف باستخدامها بعد أن زودتها بهذه الأسلحة لضرب أهداف داخل روسيا، خاصة صواريخ أتاكامز التي يمكن أن تقطع مسافة تتجاوز 300 كيلومتر، أي تصل إلى عمق الأراضي الروسية، وستستخدمها أوكرانيا
في ضرب شبه جزيرة القرم بعد هذا الضوء الأخضر الأمريكي. مع تصاعد أسهم الرئيس السابق دونالد ترامب واحتمال عودته إلى البيت الأبيض، ازدادت التكهنات والتحليلات، حيث يتجه لتغيير الخطط في حال وصوله إلى البيت الأبيض باتجاه الناتو وأوكرانيا، وبأن تتولى أوروبا أمنها بنفسها، وأن يتفق مع الرئيس الروسي ربما فلاديمير بوتين على صفقة تنهي الحرب الأوكرانية. نعود من جديد لضيفنا من لندن المسؤول السابق في الناتو نيكولاس ويليامز. كل الاحتمالات باتت اليوم على الطاولة، ماذا يعني وصول ترامب؟ هل يعني فعلا إنهاء هذه الحرب الطويلة على ما يتطلع الرئيس بايدن وحلفائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي؟ إن وضع ترامب هو وضع غير مؤكد حاليا، وهو يصرح بالكثير من العبارات الفضفاضة ويتحدث على مدار 24 ساعة بتصريحات لا نعلم مدى صحتها وجديتها. وأعضاء الناتو كما يقولون بأن هذه الأمور التي يصرح بها ترامب هي أمور من منظور شخصي، وأعتقد بأنه سيخسر هذه المعادلة في مطالبة بوتين بإنهاء الحرب أو التدخل في أوكرانيا، ولكن هذه قضية ثانوية مقارنة بالوضع العام. فالأسبوع القادم في واشنطن سيكون هناك قمة للناتو والتي سيحضرها الرئيس بايدن، وسيتم الاتفاق على الخطوات القادمة بخصوص أوكرانيا، وربما هذا يصنع تأثيرا هاما فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. سيد ويليامز، قمة ما قبل الانتخابات الأمريكية بطبيعة الحال ستدعم هذه الحرب، واشنطن تضاعف هذه الأموال، دول الاتحاد حلف شمال الأطلسي أيضا، ولكن هنالك قراءة متأنية قد تكون هذه المرة للرد الروسي المحتمل، وهل فعلا الخشية لدى دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو بالتالي من حرب مفتوحة قد تتضاعف مع إنتاج الأسلحة متوسطة المدى، وفي أي لحظة تستهدف كييف شبه جزيرة القرم؟ إن حلف الناتو يوسع نطاق دعمه، وأيضا الحلفاء يتعاونون في هذا الصدد منذ بداية الحرب، وأيضا روسيا في المقابل غاضبة وتشعر بالتهديد، ولكن لا يمكنها القيام بأي فعل تجاه الغرب. وروسيا لديها مشكلات ضخمة وكبيرة جدا في تحقيق أو إنجاز ما ترمي إليه، ولكن كل هذا يعود بمزيد من الضحايا. وأعتقد بأن روسيا تحقق بعض الأهداف، ولكن عملية الناتو بطيئة بعض الشيء ودائما متأخرة عن التوقعات التي ينتظرها الجميع. ونحن نعلم بأن الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا تأتي في الوقت الصحيح، وهذه القمة ربما تتحدث عن زيادة الدعم لأوكرانيا، سواء كان هذا الدعم في الوقت المناسب أو وله تأثير على هذه الحرب، فهذا الموضوع يبقى موضع شك، لأن روسيا تتقدم ولو ببطء. سيد ويليامز، هذه الشكوك اليوم تأتي في ضوء إعلان نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف بأن واشنطن تريد حرق وإشعال أوروبا عبر الحرب الأوكرانية. هذا الخطاب أيضا تتداوله الحملات الانتخابية التي تحصل في عدد كبير من الدول الأوروبية، وهي تستقطب الجماهير والناخبين الأوروبيين ضد هذه الحرب. ماذا لو تم التأكد من هذه المعادلة؟ وهل فعلا يمكن التسليم بأن واشنطن تريد إشعال أوروبا في هذه الحرب؟ Well,
أولا بالنسبة للسؤال الأول، فإن أوروبا تخصص كما قلت لك المزيد من الأموال، أكثر من الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالأسلحة وأيضا المساعدات الإنسانية والمالية. فالسؤال ليس سؤالا يتعلق ب إجبار أمريكا لأوروبا على إشعال أوروبا وخوض هذه الحرب. ونحن نعلم بأن المركز الأوروبي أو أوروبا الوسطى واليمين تبذل جهودا مالية وعسكرية ولصالح أوكرانيا. فهناك بالنسبة للشكوك التي تتعلق بدعم أوكرانيا مستمرة، هذه الشكوك مستمرة ولكنها ليست بين الغالبية بل بين الأقلية. أما بالنسبة للسؤال المتعلق بتشجيع أمريكا لإيقاع أوروبا في الفخ أو لإشعال أوروبا وإخراطها في هذه الحرب، فنحن نعلم بأن هذا الأمر سيعود بنصر روسيا. لم تجبني على النقطة المتصلة باستقطاب الجماهير الأوروبية في هذا الخطاب، أرجوك باختصار شديد سيدي. بالنسبة للأوروبيين كما قلت لك، فإن الغالبية منهم، ربما الغالبية الآخذة بالتناقص، يريدون استمرار تقديم هذا الدعم لأوكرانيا رغم كل الصعوبات والمحن التي تمر بها أوروبا. فلو تحدثنا عن الألمان، فإن هذه المخاطر، مخاطر الحرب، لو قرر الناتو باستمرار هذه الحرب وتقديم كل هذا الدعم لأوكرانيا، فإن الألمان سيطلبون من الناتو التوقف وعدم الاستمرار. ولكن حتى هذه اللحظة فإن روسيا والغرب حذرون جدا في عدم الوصول إلى مواجهة مباشرة أو صدام مباشر. وطالما أن أوروبا تدعم أوكرانيا دون الانخراط عسكريا، وهذا سيشكل نوع من التردد فيما يتعلق بالرأي الأوروبي. ذكرت يعني موقف ألمانيا، ولكن المؤشر الأكبر يأتي من إيطاليا وحتى أيضا من فرنسا. المسؤول السابق في الناتو نيكولاس ويليامز كنت معنا مباشرة من لندن عبر ملف اليوم، شكرا جزيلا لك. ختام ملف اليوم، موعدنا يتجدد في ملف جديد يوم غد، بأمان الله.